السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل سلسلة شروحاتنا المصورة، وكذلك باش نديرو فيديوهات باش أن نساعدو أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات اللي بيقراو في مجموعة المؤسسات التعليمية. دونك أصدقائي سولوني الناس كيفاش ممكن أن نتجلو في كلية الآداب والعلوم الإنسانية السايس بفاس. كما كتعرفوا بأن فاس فيها جوج ديال الكليات، كلية الظهر المهراز وكذلك الكلية ديال السيس. هما راه نفسهم كلية الآداب والعلوم الإنسانية، غير هذيك كاينة في السيس وهذيك كيتسمى ظهر المهراز. دونك أصدقائي ما غاديش يكون الفيديو طويل بزاف، ورجاء أنكم تفاعلوا مع الفيديوهات في لي كومونتير، باش إلا كنت كنطول الشرح ولا شي حاجة ما عجباتكم ولا شي حاجة ممكن أنكم تقولوها ليا باش نحاول أني نعود نختصر. ولكن بعض المرات ملي كنطول لا فيديو غير باش ما تبقاوش تسولوا بزاف على دوك الأمور المتعلقة بالتسجيل. داكشي علاش كنحاول أني نشرح لكم ونعطيكم أكبر عدد ممكن من المعلومات. دونك أصدقائي كنمشيو للموقع ديال كلية الآداب والعلوم الإنسانية السايس. كما كتعرفوا بان راه تابع لجامعه سيدي محمد بن عبد الله، وهنا تشوفوا معايا الاعلانات اللي كاينين. هذا هو الاعلان الخاص بالتسجيل ولا فتح تسجيل ولا اعاده تسجيل بالكليه. كندخلوا ليه وكنلقاو هذا الاعلان قدامنا، تيقول لك اعلان بخصوص فتح عمليه التسجيل واعاده التسجيل. دونك حنا غادي نتعرفوا على هادشي كامل وغادي نشرح لكم اهم الحوايج اللي غادي تحتاجوها ان شاء الله تعالى. نبداو بعدا بهاد الاعلانات اللي كاينين هنا. دونك الاعلان الاول هو التسجيل ديال الطلبه الجدد، يعني التسجيل القبلي اللي تيكون في لا بلاتفورم. ضروري انكم كتمشيو لهاد لا بلاتفورم، هنا فين كتسجلوا كتدخلوا المعلومات ديالكم، وباش تعرفوا معلومات اضافيه بخصوص هذا الموضوع ممكن انكم ترجعوا لقناه سلسله لقاء مع الموجه وتقلبوا الشرح اللي حطيت بخصوص كيفيه تسجيل سيدي في جامعه سيدي محمد بن عبد الله. هو هذا شرحت فيه لي زيتاب كامل، حطيته شي 4 ايام هادي تقريبا، تلقاو فيه دوك المعلومات كامل اللي غادي تحتاجوا. بعد ذلك هنا كتشوفوا الجدول الخاص بالتواريخ ديال التسجيل في الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه. عندنا التسجيل القبلي غادي يكون ان شاء الله تعالى من 19/7 حتى نهار 4/9، وهنا المدة كاملة خصكم تسجلوا في لا بلاتفورم، هاد لا بلاتفورم اللي قلت لكم. بعد ذلك أصدقائي غادي يكون عندنا وضع الملفات، يعني هنا التسجيل القبلي، هنا غادي يكون التسجيل الفعلي. التسجيل الفعلي هو اللي كنمشيو وكنحطو فيه الدوسي ديالنا داخل المؤسسة اللي حنا بغينا نقراو فيها. مادام أن اختارينا كلية الآداب والعلوم الإنسانية السايس، فغادي نجيو نتسجلو فيها. وماشي اي واحد عنده الحق انه يجي يتسجل في هذه الكليه، حيت هما محددين الروافد، يعني الناس والمناطق والجهات والاقاليم والعمالات اللي عندهم الحق انه يجي يتسجل في هذه الكليه. بعد ذلك اصدقائي عندنا هذا الموعد ديال الايداع ديال التسجيل غادي يكون من 26/7 حتى 29/7. هذا المده الاولى، يعني هما تيقسموا داكشي خلال الفتره الاولى والفتره الثانيه. اللي ما تمكنش ولا تعذر عليه انه يتسجل في هذه الوقيته ممكن انه يمشي نهار من 23/8 حتى 4/9. ولا دازت هذه المده راه مابقاش غادي، يعني ما تلقى كاع مع منتظر. دونك رجاء احترموا هذه المواعيد وسرعوا الدوس ديالكم. بالنسبه للناس اللي بيديروا اعاده تسجيل، يعني الناس اللي تيقراو في اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 ولا اس 5 ولا اس 6، ولا الناس اللي انقطعوا وبيديروا عمليه اعاده تسجيل في الكليه، فعندهم الحق انهم يحطوا الدواسه ديالهم ولا يتسجلوا كذلك حتى هما في البلاتفورم من 19/7 حتى 4/9. بالنسبه للتحويلات الخارجيه، يعني داكشي المتعلق بالترونسفير، بعد ما توافق لك المؤسسه على الطلب ديالك غادي تقوم بالايداع ديال الملف الشخصي ديالك ولا الملف الدراسي ديالك، وخصك تمشي تديه لمصلحة الشؤون الطلابية ومحدد لي واحد الموعد من 26 الى 29 يوليوز 2021. واللي تعذرت عليه هاد انه ما قدر يحط الدوسي ديالو في هاد الوقيته ممكن يمشي من 23 غشت، يعني في شهر 8 في هاد الشهر، حتى 4 شتنبر. بالنسبه للناس اللي بيديروا التحويلات داخل الكليه، بين تاخر من الجغرافيا الفرنسيه ولا الدراسه الامازيغيه ولا شي شعبه اخرى، غادي يكون عنده الحق انه يمشي يحط الدوس ديالو من 6/9 حتى 30/9. دابا نمشيو للاعلان الثاني.
الاعلان الثاني هو الخاص بالناس اللي بيتجدوا في الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه. دونك شرحنا داك الشيء التواريخ والجدول اللي هو مهم. دابا ندوزو لهذا الجدول ولا هذا الاعلان الخاص به. بالنسبه للفتره ديال التشجيع ديجا شرحتها لكم، دونك ما غاديش نعاود هادشي. بالنسبه لتوقيت التسجيل في الكليه فهو تقريبا تيكون من 9 ديال الصباح حتى الثانيه والنصف بعد الزوال. بالنسبه للبكالوريا اللي مقبولين، الى عندك بكالوريا 2019 2020 2021 فجميع المسالك عندك الحق انك تسجل فيها، اللي كاين بطبيعه الحال في الكليه ديال الاداب والعلوم الانسانيه. الى عندك بكالوريا 2016 ولا 2017 ولا 2018 فعندك الحق فقط انك تسجل في مسلك ديال الجغرافيا ولا التاريخ والحضاره ولا الدرس العربي ولا الدرس الامازيغيه، ومن بعد راه ممكن انك دير ترانسفير داخل الكليه وتمشي للشعبه اللي بغيتي. دابا نجيو للوثائق اللي خصني نجيب معايا الى بغيت نتسجل في الكليه. عندنا ملف ديال التسجيل، عندنا وصل التسجيل القبلي ووصل ايداع الملف يستخرجان عبر البوابه الالكترونيه. ملي كتدخل لهاد البوابه الالكترونيه admission.usmba.ac.ma فكتستخرج وصل التسجيل القبلي ووصل ايداع الملف. بالاضافه كذلك لهذا الوصل، هذا الملف ديال التسجيل ديالك، كتزيد شهاده البكالوريا الاصليه وجوج نسخ ديال البكالوريا. ما هنا ما قايلينش لنا بانها مصادقه عليها، فقط جوج نسخ ديال شهاده البكالوريا، وهنا نسخه من بطاقه التعريف الوطني حتى هي ما تكونش مغاليزيه، حيت هما ما دايرينش هنا مغاليزيه ولا ما مغاليزياش. المهم انت جبتها مغاليزيه ولا ما مغاليزيه راه ما غادي يقبلوها. نسخه من عقد الازدياد كذلك، ثلاث صور شمسيه، بالاضافه كذلك لشهاده السكنه مسلمه من اداره الامن الوطني او الدرك الملكي بالنسبه للحاصلين على بكالوريا خارج روافد جامعه سيدي محمد بن عبد الله. يعني شهاده السكنه غادي يجيبوها دوك الناس اللي بغيت تسجلوا في الكليه ولكن هما ما تابعينش للجامعه ديال سيدي محمد بن عبد الله. دونك عندكم شي معلومات ولا شي اسئله ولا شي حاجه بغيتو تعرفوها، ممكن انكم تتصلوا من خلال هذا الرقم ديال الكليه والفاكس ديالهم هو هذا، هذا الموقع الالكتروني ديالهم. هنا فين كاين الكليه، يعني البوزيسيون ديال الكليه، ولا الا بغيت دير جي بي اس وبغيت تمشي للكليه ديريكت من فاس. دونك هادشي اللي كاين اصدقائي، تنتمنى باش اني نكون جاوبت على الاسئله اللي كيطرحوا بخصوص التسجيل في جامعه سيدي محمد بن عبد الله كليه الاداب والعلوم الانسانيه سيس فاس، ونتلاقاو في حلقات اخرى ان شاء الله تعالى، وغادي نشرح لكم واحد الامر متعلق كذلك بكليه الاداب والعلوم الانسانيه سيس فاس. نتمنى انكم تبقاو معنا وانكم تدعمونا عن طريق الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وتخليو كومنتير اسفل الفيديو. تحياتي إليكم أصدقائي، ودمتم في رعاية الله وحفظه.